صباح الخير البنات، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. انا شوفوا شكون اللي لقيت حدايا اليوم. شوفوا شوفوا، فاق ضربت الفيقه اليوم في الصباح وجات حدايا. ياك صفيا، جيتي ديري دودو حدا ماما؟ صباح الخير، اليوم توحشتكم. توحشتكم. ما جاتش بوحدها انتوما، شوف قالت لك جيت انا وميني ديالي. ياك صفيا، ايه شوفوا البنات، شوفوا ميني، قولكم كل بنات. قولي اليوم فين غنمشيو اليوم صفيا؟ هنمشيو اليوم البحر. صفيا قالت لي مخبية واحد العين. يوم فقت صفيا قالت لي ماما بغيت نمشي للبحر. ياك صفيا، ايه عويناتي ما كانش البنات. عويناتي ما كان متجمع معكم. عويناتي يا بنات. مهم هاد النهار هذا غادي تدوزو معايا كامل بحال ديما. يوم صراحه ما غنفطروش في الدار باش نبدلو الجو شويه، غنمشيو نفطرو فوق البحر كما قالت صوفيا. غنكون انا وماجده، غيكونوا معايا خواتاتي حتى هما، نفطرو مجموعين. حنا يلاه فقت فيقتني هاد الفاره ديالي. ياك غادي نوضو دابا باش ندير لها الفطور. تفطر صراحه ولات كتفيق بكري، الايام العاديين كانت ما كتفيقش بكري، ودابا رمضان اللي انا بغيت نعس ونصبح ناعس، وصراحه كتفيق ليا بكري وتجي حدايا. وياك صوفيا، مهم كيما قلت لكم غادي نوض نفطر، غندير لها فطور هي الاولى تفطر. نصيب لك عصير. ياك صوفيا بغيتي عصير؟ عصير ديال الليمون؟ عصير ما بغيتيش؟ عصير لا، بغيت عصير ديال التليجبود. واخا لا كما قلت لكم، المهم ندير لها فطور تفطر. والمهم درتها النهار كامل، غادي نصورها لكم ان شاء الله. غادي تصايب، غتصايب الفطور ديالها باش تصايب العصير ديالها بوحدها. ياك صوفيا وري البنات كي تديري العصير. هكذا البنات، لا شي نعاونك. نعاونك؟ لا لا، بغات دير بوحدها هي. المهم بالنسبه للفطور ديال صوفيا، عصير ديال الليمون هي تقادو. خويت لها واحد شويه ديال الحليب هنا، حطيت لها هادو اللي هادو كناخذهم لها من اسواق السلام، كيعجبوها ديال فيهم الجبن. وفريميجه واحد شويه ديال الخبز، وغادي نخوي لها حتى شويه ديال الزيت بلديه، حيت صراحه صحيه مع يعني صحيه مع الصباح تعطيوها لوليداتكم. صافي هذا هو الفطور ديال بنتي. ودابا من بعد ما نحط لها تفطر، غادي ندوز باش نجمع بيت النعاس ونجمع الدار كلها، عاد ندوز للكوزينه نرجع باش نشوف شنو غادي ندير الفطور. كي جاك العصير اللي صايبتي؟ زوين. عجبك؟ انت من كتفطري؟ قالت لك بتفطري، بتفطري يوميني ديالها. صيفتي بيزو ديال الصباح للبنات ديال اليوم. موح. واخا انا يلا جمعت البيت كما كيبان لكم. اصلا غير كتجمعوا فراشكم صافي كتحسوا براسكم جمعتوا الدار، حيت البيت ناس هو المهم يتجمع. من بعد الدار داكشي اللي بقى، الصالون كلشي راه كيكون ساهل للجميع. المهم كما قلت لكم، بالنسبه للناس اللي كانوا قالوا لي البابي بان غير كملي في الحيط، غادي ندير بالنصيحه ديالكم ان شاء الله غادي نكملو كامل. غادي يعني الحيط من الراس حتى للراس غندير فيه البابي بان. عندي واحد شي حوايج ديال التصبينه هما حطاهم في البالكون كما كيبان لكم، خاصهم يتنشروا. غادي ندوز نشرهم الاولين حيتهم لا ماشين.
ايوا صافي صوفيا تيرا عطيتها فترات، دابا بقى ليا غير نمشي نجمع الدار ونمشي نشوف شنو غادي ندير الفطور. ما عرفتش صراحه شنو غادي نوجد للفطور. المهم اللي وجدتها اكيد غادي نبارطاجيها معكم بحال ديما. ودابا دخلت الكوزينه بديت في التوجد ديال الفطور. كما قلت لكم غنفطروا على برا، غنفطروا قدام البحر. المهم غندي معايا دوك الحويجات اللي غادي نصايب. اول حاجه جيت نقادها اللي هما مملحات بالبيشاميل والتون، غادي نشاركهم معكم. كيجيو لذادين وفي نفس الوقت اقتصاديين. بحال ديما كنحاول اني ندير حوايج كيكونوا اقتصاديين في متناول الجميع، يقدر اي واحد ولا اي مراه مغربيه تقدر ديرهم لوليداتها ولدارها. اول حاجه كاينه عندي هنايا اللي هو الدقيق، عندي جوج كيسان بعبر ديال كاس العنبه. كاين عندي هنايا معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوى، معلقه صغيره ديال الخميره معجونه. عندي الملحه غنملحو الدقيق عادي وصافي. كاين عندي هنايا معلقه كبيره ديال السكر سنيده، معلقه كبيره ديال الزبده. كاين عندي الفرماج نيدو تا هو نسيتو، كاين عندي فيه جوج معالق كبار. كاين عندي هنايا الفرماج محكوك، عندي بصيله مشلضه، كاين عندي الطون هذا ديال الزيت، وكاين عندي البيشاميل. البيشاميل البنات كلكم كتعرفوا تصايبوه. كي داير لاباس عليكم؟ وريتكم هذا. يلا وصافي خليني نقول لهم صوفيا بلاتي نهضر على الناس. يلا زيدي هضري. يلا لا بلاتي نجيب لكم صوفيا. جابت الكرسيه، جابت الكرسي وطلعت. سلام البنات، كي داير لاباس عليكم؟ وريتكم الدقيق كيما بيمشيو، كيما بيمشيو حسيت كيما بيمشيو للبحر. كنديرو داكشي اللي بغينا في البحر، كنفطرو في البحر، وانا جالسة كنلعب في الرملة. كنبغي الطون البنات، كن هدا كنديرو بيه شي حاجة، كنديرو بيه. وزدنا شوية دقيق مازال كنديرو فيه كهكدا، وشوية الفرماج بحال هكذا محكوك، وشوية سنيدة وشوية سكر وشوية سنيدة. صافي وريتكم الفرماج مكحوك مكحوك بحال هكذا. الفرماج مكحوك، الفرماج محكوك كدير بحال هكذا. هذا بيشاميل، بيشاميل ديال بيشاميل هكذا. وريتكم شوية البصله، البصله كنديروا بها بحال هكذا، كنفطروا بها في البحر. وشويه الطون، وشويه الطون. دابا قول لهم غنخلي لكم ماما، غنخلي لكم ماما باش توريكم. انا نخلي لكم ماما باش توريكم المقادير. البنات انا اللي عارفه نديروا المقادير. غدا ان شاء الله نديكم معايا. يلا حبيبه ديالي واحد البوسه، يلا سيري تلعبي وخليني نوري البنات. يلا سيري ماما حداكم ونسكت. عاد سكتي؟ يلا زيدي. المهم هي باتوك وحدنا وبتسكت صوفيا المبرزيطه. المهم انا غنعاود لكم المقادير باش ما تلفوش. كاينين عندي هنايا جوج كيسان ديال الدقيق بقياس ديال العنبه كما قلت لكم. عندي معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوى، معلقه صغيره ديال الخميره معجونه، شويه ديال الملحه. الملح المهم القياس اللي غادي نملحوا به الدقيق. عندي معلقه كبيره ديال السكر سنيده، معلقه كبيره ديال الزبده، وجوج معالق ديال الحليب غبره هذا. وعندي الفرماج محكوك، عندي واحد البصله مشلضه، وعندي واحد البوطه ديال الطون ديال الزيت. عندي لا بيشاميل. بالنسبه لا بيشاميل البنات كتعرفوا كلكم تقدوها معلقه ديال الزبده كديروا تذوبوها، ديروا فيها معلقه ديال الدقيق وكتزيدوا عليها كاس ديال الحليب بيتي طون هاك، وكنجمعوا الخليط كله بمدافي. ها هو عندي انايا في هذا الكاس. اول حاجه غادي نديرها، المهم انا غنبدا الطريقه باش نوريكم كيفاش غتخدموا هاد المملحات هادو. اول حاجه غادي نديرها غادي نملح الدقيق، يعني القياس اللي يكفيني يعني كوم ميزان كوم وصافي. غادي نزيد هذيك الخميره ديال الحلوى، نزيد خميره معجونه، نزيد سكر سنيده معلقه كبيره، ونزيد نيدو المهم الحليب بودر بحال هكا غبره. صافي غادي نجمع العجينه، غادي نعجن كلشي عاد من بعد غادي ندخل فيها غادي هاد الزبده هادي. بسم الله دابا غادي نعجن ونرجع معكم من بعد باش نوريكم كيفاش غادي ندير نخدم الزبده مع هاد لاباط.
هيا العجينه كما كيبان لكم بعد ما عجمتها ودلكتها مزيان حطيتها فوق البوطاج ودلكتها. دابا غادي ندخل فيها هذيك الزبده، ها الزبده اللي كتشوفونا غادي ندخلها فيها. كما كنقول ديما الزبده قبل ما تخدموا بها بقاو تخرجوها قبل، يعني خصها تكون بحراره المطبخ تكون ديجا دايبه. كما انا غنبقى هكا كنخدم في هاد لاباط حتى كتدخل فيها هاد الزبده مزيان مزيان يعني تنسجم معها ونرجع لكم. هيا كما كيبان لكم لاباط انايا هنا دخلت فيها الزبده مزيان مزيان. دابا غادي نجمعها وغادي نحطها نغطيها بواحد السيلوفان ولا شي زويف ولا حاجه، غادي نخليها حتى تخمر. دابا غادي ندوز هذيك البصيله في واحد المقله وشويه الزيت حتى تدبل ليا واحد شويه، وبما اني تخمرت ليا لاباط ونوريكم كيفاش غادي ندير نخدمها. هي العجينه كما كيبان لكم ضعف الحجم ديالها خمرات. دابا غادي ندير فيها كويرات صغار. نحاول بعدا ندهن، المهم غادي ندهن البلاصه فين غادي نحطهم باش ما تلصقش ليا العجينه. شنو صوفيا؟ شوفي ممكن كما قلت لكم غنحاول ندير فيهم كرات اللي غيكونوا صغار. انا نوريكم قداش تقريبا، فهي هذه كبيره شويه. ماركي ها هو البابي حداك صوفيا، راه هكا تقريبا في هذا القد هذا بحال هكا. وغادي نبدا نحط فيهم هنايا، يعني انا غادي نبقى هكا حتى نقطع هذه العجينه كلها ندير فيها كويرات ونوريكم كيفاش غادي ندير نخدمها. ها هما من بعد ما كورتهم كما كيبان لكم، دابا غادي نحاول نخدم هاد الخبيزات، يعني غادي نحاول نخلي لهم الوسط محفور شويه والداخل الوجناب يكونوا طالعين حيت الحشوه غادي تجينا الوسط. نديرو الخبيزه على هذا الشكل وكنحاولوا نخدمو بصباعنا. تقريبا بحال هكا، حيت كما قلت لكم الحشوه اللي درنا قبيله اللي صايبنا ديال الطون والبصله وسميتو غادي نديروها هنايا وغادي نزال نحط في الطاوله. شتو كيجيو على هذا الشكل بحال هكا. وغادي ناخذ واحده اخرى، المهم انا غنبقى هكا حتى نكمل هاد الخبيزات اللي عندي كلهم. ودابا غادي نعمر، نبدا نعمر في هاد الخبيزات هادو. اول حاجه بعدا هي ديك البصيله اللي شحلت قبيله كما قلت لكم، المهم دبالت غير واحد شويه صافي وحيدتها من المقله. ولاصوص بيشاميل الطون والفرماج، اول حاجه غادي نديرها هي البيشاميل. غناخذ معلقه صغيره غنحاول نوزعها، هي الاولى هي تكون هي الطبقه الاولى، وغادي نتبعها البصله. صراحه كيجيو لذادين لذادين، غير جربوهم. كما قلت لكم البصله، وغادي ندير دابا الطون واحد شويه ديال الطون صافي. ومن بعد غادي ندير عليهم الفرماج من الفوق. كيجي الشكل ديالهم بحال هكا. من بعد ما نكمل كلشي غادي ندخلهم الفران باش يطيبوا. كيما نبقى هكا حتى نكمل هاد الخبيزات اللي عندي كلهم. ها هما من بعد ما عمرتهم كلهم كيما كيبان لكم صافي، دابا غادي ندخلهم الفران باش يطيبوا. غادي نشعل الفران الفوق والتحت، ومن بعد ما يطيبوا غادي نخرجهم. اكيد غادي نوريهم لكم، نوريكم الشكل النهائي ديالهم كيفاش كيجي. انا ديجا هنايا شعلت الفران صافي، ودابا غادي ندوز باش نغسل هاد المواعن. انا كنحاول اي حاجه خدمت فيها ندوز هذيك الساعه باش هكا ما كيتجمعوش عليا المواعن كما كيبان لكم. اي حاجه غسلتها كنحطها تما وكنكون مهنيه، يعني ما كيتج... في الاخر فاش كنسالي الفطور وكنسالي كلشي ما كنلقاش الروينه مجموعه عليا تما.
ايوا صافي، هذا ما كان تقريبا. المهم ما عنديش بزاف، هاد الغوصيت بوحده هي اللي درت اليوم. اما بالنسبه للشيء الاخر كاين عندي ديجا في الفريغو، غادي غير نسخن ونبدا نجمع في اللاطات، حيت ديجا شاط لي الماكله بزاف يعني باش ما تضيعش. انا اصلا اي حاجه شاط لي كنديرها في الفريغو، يعني اليوم غادي غير نسخن تقريبا كاع داكشي اللي عندي كما قلت لكم، ونبدا نجمع في اللاطات ونمشي بندوش لبنتي ونبدل ليها حوايجها ونوجد راسي حتى انا صافي ونخرجوا. ها هما دوك الخبيزات من بعد ما خرجتهم من الفران كما كيبان لكم تحمروا، راهم باقيين سخان كيتنفخوا، كيجيو صراحه رائعين. لاباط ديالهم كتجي هشيشه حيت ديجا خدمناها بالزبده، كتجي هشيشه وزوينه. دابا غادي نخليهم حتى يبردوا ونجمعهم في اللاطه اللي غادي نديرهم فيها. يا صوفيا يلا درت لها دوشه، ياك صوفيا شكون دار دوشه؟ انا دوشت ليها وجدت ليها حوايج هنايا باش نبدل ليها ونخرجوا. صافي ساليت تقريبا كلشي، بقى لي غير نبدل بنتي ونلبس انا حوايجي، كنتسناو ماجده فوقاش تجي باش نمشيو. غير بنوريكم البنات الشامبو اللي كنستعمل لبنتي، كندير لها هذا ديال الترا دو ديال الدراري الصغار، زوين. يعني ملي كتغسلوا به لولادكم ما كتحسوش بالزغبه انها ولات مشوكه اولا بقات ناشفه، بالعكس بحال كيهدن الزغبه ديال الشعر. المهم انا هذا هو اللي كندير لبنتي. غير بالنسبه للناس اللي كيسولوني اش من شامبو كتستعملي صوفيا، ايوا صافي هذا مكان غادي نلبسها حوايجها دغيا. مشيت انا نلبس حوايجي كما قلت لكم ونتسناو ماجده تجي تركنا باش نمشيو مجموعين. احنا في الطريق، يلا جات ماجدتي هي، وحنا دابا غاديين غنتلاقاو مع غيزان، درنا معاها في الباطوار غنهزوها، كاين هي وخويا محمد تما. ايوا صافي نمشيو نشوفو شي بلايص فوق البحر فين غادي نجلسو نفطرو. رمضان كريم لو زعلان من حد سامحه، واللي مخصمك روح له صالحه، لو كان جرحك او انت جرحه ربك غفور رحيم. احنا يلا وصلنا، هو فطورنا. المهم كل واحدة شنو جابت، ماجدة وانا وغيزلان. هيا غيزلان، محمد وفوزية، هي مجداتي تهيا والبنات صوفيا وأميرة. شوفوا شوفوا مجدة صيبتنا واحد طويجيني البنات، وانا اصلا كنت مشهيه الحوت، دارتنا اصلا كتقادو غزال، دارتنا الحوت. المهم كما قلت لكم الفطور كل وحده شنو جابت، وشوفوا المنظر كيفاش داير والناس كيفطروا. المهم الجو غزال 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 غزال. المهم البنات اللي غيقولوا لي قرايه سيدي عليا، هذو القرايه كانوا لي بوك عندنا، درنا فيهم غير العصير. ما حنا كنشربوا السيد الروبيني، ما كنشربوا اصلا، ما كنشربش سيدي علي، كنشرب غير سيد الروبيني، الماء الروبيني تنشرب صراحه. ايوا صافي الجو كما قلت لكم كيحمق شويه الريح، ولكن الجو زوين زوين زوين. دخلت للدار وجيت للكوزينه، جيت نصايب لصوفيا لي نوغيت والفريت، حيت صراحه فاش كنا خارجين راكم شفتوها بقات ملياي مع اللعب، وهذا ما كلات والو. وفاش كنا جايين قالت لك ماما بغيت لي نوغيت في ماكدو، ما بغيتش ناخذهم ليها في ماكدو. قلت لها ما حتى نجيو للدار كما كيبان لكم، هنا درتهم في الطاوه باش ندخلهم الفران، يعني ما بغيتش نخليهم ليها، رشيت عليهم غير واحد شويه الزيت درت لهم مليحه، وغندخلهم الفران يطيبوا وندير لهم مع ندير ليها معاهم شليده ونعطيها باش تعشى. وبالنسبه لي انا غادي نصايب، يعني حنا غنصايبوا لينا غير سلطه فخوي شي حاجه اللي هي خفيفه، حيت صراحه فطرت مزيان اليوم واخا كان البرد بزاف حدا البحر داكشي، باش صافي دغيا دغيا طلعنا غير فطرنا وطلعنا، كنا عوالين نجلسوا مازالين شويه تما ونتمشاو شويه فوق لاكوت هذا، ولكن كما قلت لكم كان الريح والبرد، غير فطرنا دغيا صافي ورجعنا للدار. المهم انا غنصايب هادو صوفيا نحطهم في الفران يطيبو، ونصيب انا سلطه خويا نخليها حتى وكان درنا الجوع ناكلها ناكلوها. ايوا صافي هذا مكان، نمشي باش نصلي المغرب والعشاء حيت اصلا شتوني خرجت ما صليناش صافي. وهذا مكان انا رجعت لكم البنات من بعد ما مشيت بنتي
وديتها لبلاصتها باش تنعس. دابا جيت باش ندير الروتين ديالي. بالنسبه للناس اللي كيسولوني على الروتين ديالي واش تبدل في هذا رمضان اولا لا، ما تبدلش، يعني كندير نفس الروتين اللي كنت كندير شحال هادي هو اللي كندير. باقي كنستخدم لا غام ديال لا كيور بالنسبه لوجي، باقي كنغسلو بهذا ديال الهيمالايا، يا اما هذا يا اما هذا الاخر ديال نيفيا. كما قلت لكم بالنسبه لهاد البلاصه هادي حاطه فيها لي برودوي اللي كنستعمل حاليا، يعني كنلقاهم قراب ليا كنهزهم كندغي دغي كنقضي بهم. بالنسبه لهاد لاموس يعني كنغسل بها غير فاش كنحس بالبشره ديالي ما محتاجاش داك التنظيف العميق، ولكن ملي كنشوف البشره ديالي خاصها تغسل مزيان مزيان كنفضل انني نستعمل هذا ديال الهيمالايا. تقريبا الغسول الوحيد اللي ما كينشفش ليا بشرتي وجاني مع وجهي مزيان مزيان كنحس به كينقي البشره من الاعماق، يعني ما غاديش نبدلو ولا نبقى نستعمل ديما. بالنسبه للديماكيون ديالي راكم وليتو كتعرفوا غارنيي، واخا مؤخرا جربت هذا ديال بيبي كوزميتيك، غير هذا بالنسبه غير للعينين والفم، يعني ما كديروش لوجهكم كامل، ولكن بالنسبه للوجه كامل هذا ديال غارنيي ما كيخطانيش، ديما كاين عندي وكيجيني مع بشرتي. وكما قلت لكم بالنسبه ل يعني بالنسبه لهاك لا غام اللي كنستعمل واللي باقي كنستعمل اللي هي ديال لاكيو. دابا شنو غادي ندير؟ غندي ماكياج نيت وجهي وغادي نغسلو وغادي نمشي باش ندير لا كريم دو نوي ديالي ونمشي باش الناس. هنا غنسد هذا الفلوق هذا، هنا نقول لكم تهلاو في راسكم، تصبحوا على خير، الله يخليكم على الدعم ديالكم، شكرا بزاف بزاف بزاف. المهم صافي هذا مكان، حتى الغد ان شاء الله غادي يكون فلوق جديد ونهار جديد، وبسلامه عليكم.